أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية فتح باب التسجيل للطلبة الراغبين بدراسة في الخارج للمشاركة في برنامج سفراء الوطن الذي سيبدا في العشرين من اغسطس الجاري. ياتي هذا البرنامج ضمن الخطة الاستراتيجية للمعهد وبالتوافق مع الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا حيث يعد من البرامج الاساسية التي يحرص المعهد بشكل متواصل على تنفيذها وتطويرها بما يتناسب مع التطورات والمستجدات المحلية والدولية.